كابتن مصطفى، تعالوا نروح بقى نشوف استقبال اسطوري لنادي الزمالك في محافظة كفر الشيخ. طبعا زي ما تحدث الأستاذ جمال العدل وشفنا، تحدث بكل شيء رائع عن جماهير الزمالك اللي موجودة في كفر الشيخ، وشفنا الكابتن علي أبو جريشة ووادي أتوبيس نادي الزمالك لما سافر ووصل لمحافظة كفر الشيخ النهاردة بعد انتهاء التدريبات، وقبل لقاء غدا إن شاء الله مع غز المحلة. بنتمنى لنادي الزمالك كل توفيق، ولجهازه الفني وللاعبين. وطبعا الزمالك بيقدم موسم اكثر من رائع رغم الغيابات اللي كانت متواجدة في المباراة الماضية، ورغم الاصابات ورغم الابتعادات وانتهاء بعض العقود، لكن الزمالك يسير بخطة ثابتة كابتن جمال في قمة الدوري الممتاز. شوف الجمهور وحب الجمهور للاعيبة نادي الزمالك واستقبالهم لاتوبيس نادي الزمالك في كفر الشيخ. حاجة جميلة جدا يا خالد، حاجة لذيذة يعني، زي ما قلنا مصر كلها زمالك واهلي. فطبعا حاجة جميلة ان جمهور الزمالك يطلع من بيوته ويجري يروح الاوتيل علشان يستقبل. دي يعني حتة معنوية حلوة قوي لعيبة الزمالك. ان شاء الله بكره برضو ما يروح المحلة ان شاء الله جمهور هناك. جمال امال هم بيلعبوا على مشاعر الناس ازاي؟ من حب الناس للزمالك وللاهلي. فبيلعبوا على الحته دي. فبيلعبوا على الحته دي. صح بيلعبوا على الحته دي قوي. ان يا خالد دي الناس عارفه هي بتعمل ايه. مش القاهره بس، لا 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 لا، بتتكلم في مصر على كل المحافظات. زي ما قال الاستاذ جمال عدل، اهلي وزمالك ده في افريقيا كلها. أيوه. في منطقتنا العربيه كلها. يعني ممكن انا بحكم علاقتي بالسعوديه والنادي الاتحاد والنادي الاهلي، انا بحب نادي الاتحاد والهلال. معظم الشعب المصري ما ملوش علاقه، لكن في السعوديه من وين احنا بنلعب يا جمال في السبعينيات، كان كل اسبوع الله يرحمه هشام بكر يبعت ياخد شريط ماتشات اهلي وزمالك ويفرج المملكه العربيه السعوديه عليها كلها. كلها في اهلي. اهلي وزمالك يا جماعه، يعني الشباب ده ولا الناس ما تعرفش عن اهلي وزمالك. هم بياخدوا تعليمات وبينفذوها. ما يعرفوش العلاقه والحب واسم الناديين الكبار دول في افريقيا كلها يا جماعه يعني. لكن اللعب على مشاعر الجماهير بالظبط. هي دي. ده شيء خطير جدا يا كابتن مصطفى. مدخل شيء خطير جدا. كلهم شباب صغير يا جمال. كلهم 15 سنه 16 سنه 17 سنه اللي على السوشيال ميديا واللي 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 واللي. ويمكن مش عايزين نتكلم في سلبيات، خلينا في ايجابيات، خلينا في البلد. خلي كل الشباب ياخد بالهم. بالظبط. دي مصر مش هزار. فيا ريت ياخدوا بالهم وما يسمعوش ولا يبقى فيها مشاحنات. دايما اللي يتكلم ما يتكلم، هذا واحد ملوش اي لازمه يعني. ولكن نتمنى الشباب وكل الزملكاويه والاهلاويه يعني يتحدوا مع بعض على اساس ان دي مصر.